السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم بنات في التفصيل والخياطة. البنات اليوم راح نديرو كيفية خياطة مخدة بالفيرميتير بسنسلة. هاد المخدة البنات كما نقولو تاع دراوات، كتان تاع دراوات، تجي شويه كبيره، ما راحش نصغرها بزاف، راح تجي شويه زعما كبيره. هي المخده كل واحد وكيفاش يبغيها، كي اللي يبغي كيما انا. بالنسبه لي انا نبغي مخده تكون شويه عريضه ووافيه، ما نبغيش من هذوك المخاد اللي جايين كيما نقولوا شويه مضيقين يجينوا في كي تدخلي هكا البونش تاعك ولا لاواط هذيك تجيك مخده مزيره. ما نبغيش، نبغي مخده تكون شويه مطلوقه. شوفوا البنات دوك نوريكم الكتان اش راني دايره فيه. شوفوا البنات العرض تاعه راه فيه 53 سنتيم. العرض راني دايره 54 سنتيم، 54 سنتيم. والطول، الطول راني دايره 78 سنتيم. دوك راح نقولكم علاش راني دايره 78 سنتيم، خاطرش انا هادي 78 سنتيم ما غاديش يقعد كاع الطول تاع المخده كامل. اش نديرو؟ ديجا ني فصلتهم، ما بغيتش نضيع لكم الوقت. ها هي الجهه فوقانيه، نسحق هنايا راح نقصه، غادي نقولكم نيشان. شوفوا شحال راح المقص، عند 23 سنتيم، عند 22 سنتيم راح المقص. شوفوا البنات عندك 22 سنتيم، مقصتها هكا. الليق تعلمي مخدة مي تمقصي باش تركبي فيرميتور تاعك هكا، باش البنات كي تركبي ما تغلطيش، كي تمقصي ما تغلطيش ديري الجهه اللي منا باش تجيك نيشان. ها هي يعني علمت هذه اللي ركب بها. اش راح ندير؟ راح نركب هذه هي الاولى، راح نركب فيرميتور هي الاولى في هذه. شوفوا البنات راح فيرميتور نخيطها على زوج جوايع هكا مع طويله فيرميتور الخده. باش خدمتك تجي متقونة وتجي مزيرة متبقاش تفرفش المخدة. شوفوا البنات ها هي، دوك نعاود نقلب هاك. شوفوا خيطتها، نعاود نخيط هاك. باش مخدتك تجي مفينية البنات. مخدة ها هي الجهة درناها، الجهة اللي علمناها ها هي وين، اللي علمتها بإيبان باش ما نغلطش ندير هاد الجهة ولا هادي ولا اللي تعلمي. كيفاش راح ندير؟ راح نخيط كيما هاكا. شوفوا البنات هاكا تقلبي الكتان، هاد الجهة مليحة مع هاد المليحة، راح ديري هاك. بعد شوفوا البنات خيطتها. دونك كيفاش راح ندير؟ تبعوا مليح البنات. هاد الفيرميتير انا بغيت ندرقها، ما بغيتش نخليها كيما هاك. هي تنجمي تخليها هاك بصح ب
هاد الفصاله تاعك اللي زيدنا فيه درت فيه حوالي 78 سنتيم، ولا راح نقول لكم علاش درت فيه 78 سنتيم. كي خيطنا كيما هاك صح الكتان هذا، شوفوا البنات راح تجي هنا نقول لك شحال، راح تجي بحوالي 4 سنتيم كيما هكا، هذه 4 سنتيم راح تجي بها حتى لهنا. عاودوا البنات شوفوا هاي 4 سنتيم راح تجي بها حتى لهنا. حكميها بإبانك نعاودو هنايا، نعاودو الجهة لي منا، هاديك 4 سنتيم حتى لهنا، عاودي هوديها لهنا. شوفو البنات هاهي ديري هكا، عاودي حكمي هنا بإيبانك. علاش تحكمي بإيبانك؟ باش الكتان ما يجيكش عوج، باش كي تبدي تخيطي ما تجيكش هنا وحدة طويلة وحدة قصيرة وحدة لي يجيو كيف البنات. دونك شنو نديرو؟ راح نخيطو هنا. ها شوفي هادي خاويه منا، راح تخيطي منا هكا وتروحي نيشان. شوفوا دروك ها البنات، شوف ها هي تاميتور، ها هي هادي فوقها هاك، شتو البنات دروك ها هادي ها هي فوقها هاك. تخيطي منا وتخيطي منا، دخلي هادي دخليها البنات، دخلها ونخيط نقلع هذيك الزياده. الزياده نقصيها، نعاودو هاد الشيء ثاني هاد الجهه خيطي منا. نقلعي هاد الزياده باش القضه ما تجيكش بيضه في دوك الجوايع. دوك شنو نديرو البنات؟ هاد الجهه المليحه راح نحطو فوقها الجهه الاخرى، نديرو ثاني الجهه المليحه نحطوها فوقها هاك، تخيطي تروحي كاع تخيطي تخيطي كاع كيما هكا، تخيطي منا. كي تخيطي شوفوا البنات هادي اللي درناها فيرميتور هي اللي تجي قصيره على اختها هذه التحتانيه. شوفوا شحال راح نقلع من سنتيم، ديك هي اللي قلت لكم اللي قد تزيدوا في المخده. شوفوا شحال راح نقلع، راح نخيطو قبل نخيطو لكم خدا كاع من الاول حتى التالي، سهله ما تشدش في الوقت. ومن بعد نخيطو هاد الجهة اللي فيها الزيادة،
تشوفي كي تبدي تخيطي بدي تسرفي في الكتفين باش ما يجيكش مكمل. هيا كملناها. دوك شنو نديرو؟ راح نقصو. شوفو الزيادة هذه اللي قلقناهاش 1 سنتيم، شوفو شحال سنتيم، 7 سنتيم، 8 سنتيم. نحلو تحلي السلسلة هكدا تقلبي الخدة، تقلبي الخدة تاعك هكا تخرجي القنوطة، خرجي مليح بالمقص كما هكا، زيدي تخرجي القد كما هاك، لازم القنوطين يخرجو مليح. هاي البنات هاك راح نخيطو، راح نخيطو هاك. شوفوا البنات راح نخيطو هاك. راح نقول لكم شحال سنتيم راح ديري في الخياطه تاعك. راح ديري 2 سنتيم، 2 سنتيم هاك، 2 سنتيم هاك. هاي البنات مخده راني كملتها، شوفوا كي جات شابه عمرتها. انا نبغي هكا مخده وافيه تكون مليحه، انا ما نشريش هذوك المخاط تاع برا يجوني مضيقين. شوفوا البنات شعل قعدت فيها الطول، راح نطول من هذه نيشان. هي الا كان من هذا الخياطه هي تنعد مخده نورمالمون غير من هنا لهنا، من هنا لهنا راه فيها 64 سنتيم. تزيديها هذو القنوطة تاعها راح تجي فيها 70 سنتيم. شوفوا البنات ها، شوفوا الفيرميتور هاي راها دارقة، هاي هاي وينها تجي شابة. خدمت لها الدرا سامبل، ما درتش الدراوس، ما درتش، درته عادي نحطه نورمال. الفيديو الجاي ان شاء الله راح ندير لكم كيفاش نخدموا الدراوس، وثاني كاين لي كوفر ماطلا ثاني بالفيرميتور. انا كلشي نبغيه بالفيرميتور باش تبلع. دوك نقول لكم البنات معليا، غير نقول لكم الى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله، ونتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. مع السلامه.